السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد العزيز حسن. درس النهاردة بنتكلم ازاي نعمل صفحة جديدة. تمام، أنا دلوقتي عندي مثلا الزبون أو الكلاينت بتاعي عايز صفحة اسمها about us مثلا، عايز أحط فيها كلمة عنه وتايتل مثلا معين. عايز نعمل الكلام ده، الموضوع بسيط جدا جدا يا جماعة. بص، أول حاجة أروح نعمل هنا new file، طبعا جوه الراوتس دي أهم حاجة. أقول هنا اسم الصفحة بتاعتي about us دوت جاس. طيب اول حاجه هنا var express يساوي require لل express اللي هو framework بتاعنا كده. قلنا var route يساوي express دوت router بشكل كده. ابدا اقول هنا ان الراوت اللي انا لسه عاملها دلوقتي حالا دي اهي دوت جيت. لما يجي لك هنا بالظبط اعمل الفانكشن اقول عليها. طبعا الفانكشن هي بتستقبل الريكوست والريسبونس والنكست. طبعا هنتكلم عن النقطه دي قدام شويه، بس المهم ان انت تروح ثلاث متغيرات دول كده بالشكل ده عشان احنا اوقات بنحتاجهم في شغل. اقول هنا ريس دوت، ممكن اقول هنا console.log عشان بس نتأكد .log ل about us. فالمفروض لما اجي انا بعد الكود اللي انا كتبته دول، لما اقول له هنا about في المتصفح فوق هنا، تعال اروح للمتصفح اقول له هنا slash about، يديك صفحة الاباوت. طبعا مش يديك اي حاجة، طبعا هيبقى في ايرور ده طبعا لان احنا لسه ما خلصناش. طيب وبعد كده اقول هنا الموديول دوت اكسبورت هيساوي الراوت بتاعك اللي انت عامله فوق بشكل كده. احنا خلصنا الملف ده. طيب الملف ده كده خلص. طب تعالى نعمل ريفرش، طبعا هيديك لسه ايرور. ليه؟ لان انا الملف ده لوحده ما بيشتغلش. هيشتغل ازاي؟ طب ما هو المتصفح او الفريم ورك بتاعي ايش عرفه ان الرابط ده هيلينك ويجيب لي الداتا بتاعتي اللي انا حطيتها هنا ويشغل لي اباوت. تمام، فانا لازم اعرف الابلكيشن بتاعي ان لما المتصفح يجي لك اباوت هنا شغل لي الملف ده. لحد دلوقتي الابلكيشن بتاعي ما عرفش الكلام ده، لازم اعرفه له بشكل يدوي. هعرف الكلام ده ازاي؟ عن طريق الاب جي اس. لو انتوا فاكرين لما قلنا هنا الدبليو دبليو بتشتغل وتبدا تشغل الاب عشان تبدا تتعامل مع الراوتس والكلام ده. طيب اول حاجه محتاج ان اضمن مكتبه، محتاج اضمن الملف اللي انا عملته فوق هنا. تمام، هنا var about هيساوي require ليه. انا بحط النقطه والسلاش دي، نقطه والسلاش دي معناها ان الملف موجود دلوقتي على البروجكت بتاعي، يعني موجود جلو، يعني موجود لوكالي، موجود على في المشروع بتاعي يعني. تمام، لو انا قلت له هنا ريكواير واكسبرس معناها ان انا كنت مسطب مكتبه الاكسبرس دي من خلال ام بي ام. يعني جيت قلت له ام بي ام انستول. تمام، وده هنشوفه قدام لما نيجي نسطب الماي سيكوال. انما طالما قلت له دوت سلاش معناها ان انا الملف ده موجود لوكالي عندي على الاس بتاعي. المهم هنخش على المجلد اسمه routes، هات لي ملف اسمه about. كده انا قلت له الملف او البارامتر اللي اسمه about متخزن جواه اللي هو الملف اللي اسمه about. يعني ايا كان الملف ده بيعمل ايه، البارامتر ده عارف يعمله لان هو متخزن جواه. طيب هناخد البارامتر ده تحت شويه. هقول له هنا ان الاب.use لما يجي لك بقى يا معلم about فوق في اليو ار ال، بالله عليك شغل لي اللي هو ايه الاباوت. الاباوت ده اللي هو ايه اللي احنا قلنا سائل عليه دلوقتي، هو اللي هو مسند ليه قيمه الملف اللي انا لسه عامله. يعني الملف اللي انا لسه عامله اسمه اباوت ده هو موجود في المتغير اسمه اباوت. فانا بالله عليك لما يجي لي، لما يجي لك فوق فين هي اهي، لما يجي لك فوق سلاش اباوت شغل لي البارامتر اللي اسمه اباوت اللي انا عامل فيه الملف بتاعي. اللي هو الملف بتاعي بيعمل ايه؟ اللي هو بيطبع لي كلمه اباوت في الكونسول. تمام، تعالوا نجيب بقى المتصفح بتاعي
هعمل ريفرش كام مره. لاحظوا معايا هنا في الكونسول بتاعي. طبعا لازم نعمل ريستارت اهو للسيرفر بتاعي عشان ما يديش ايرور. في ايرور كده ظهر اهو. فين ايرور بتاعك؟ في الاب دوت جي اس. كانت فاين الموديول اسمه اباوت. ليه اباوت مكتوب غلط؟ تمام اباوت دي ريفريكت اباوت. اوكي نعمل ستارت بتاع اشتغل تمام كده الموديول. تعال نعمل ريفرش هنا هلاقيه فعلا كتب لي كلمه اباوت هنا زي ما انت شايف. طيب تعالوا نطور شويه في القصه. هنقول له ايه؟ هنقول له بدل الكونسول لوج هنقول له هنا ريز دوت سنت، يعني ارجع لي بيه الريسبونس التالي 1 اوت اس. بعد كده احط لي بي مثلا اي او ان ذس نود جي اس ويب سايت. تعال نعمل سيرفر مره ثانيه. تعال نعمل دون شو شوف كل شويه تظهر لي بقى. بصوا اللي حصل، جاب لي فعلا اباوت وادي فعلا الريسبونس اللي انا كنت عايزه بالظبط. طيب الدرس اللي جاي بقى هنشوف ازاي بدل ما لود ملف زي او لود تكست زي ده الود ملف من الفيو. يعني عايز بقى هنا الفيو ده الود ملف زي الاندكس مثلا. ده نشوف ان شاء الله الدرس الجاي. شوفوا الدرس الجاي. السلام عليكم.